من خلال شوط البطولة الثاني والخاص بالمهرات أيضا، وهو شوط المهرات بعمر السنتين بكلا قسميه. شوط البطولة للمهرات بعمر سنتين، هنالك أربعة مهرات أيضا سوف يتنافسنا على لقب هذا الشوط أو على ألقاب هذا الشوط. أن سبايدر، نجلة، المملوكة، هي طبعا المهرة التي تحمل الرقم 37 وهي المملوكة لسمو الشيخة آمنة بنت عبد العزيز بن حميد النعيمي. انسبايرد نجلة والتي كانت قد حصلت في الشوط التمهيدي على 91.75، وثم بعد ذلك شاهدنا غنادير الزبير بطلة العالم التي توجت في بطولة فرنسا عن هذه الفئة العمرية أيضا خلال الصيف أو خلال نوفمبر الماضي من العام 2012، وهي المهرة المملوكة للشيخ أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي الثاني، وهي أيضا التي سجلت نتيجة كانت مرتفعة للغاية بالنسبة لي على مستوى المهرات 92.5. ثم بعد ذلك شاهدنا المهرة رقم 45 إيفانجلين اي اي، وهي المملوكة للسيد عبد الله السبيعي وأبنائه، وكانت قد حصلت على 91.5. آخر هذه المهرات هي التي نشاهدها الآن، المهرة التي نشاهدها الآن وهي صاحبة الرقم 82، دي ثريا. صاحبة الرقم 45 أيضا، المهرة صاحبة الرقم 45 أو 54 أو 45 هي إيفاغلين إي، هي التي نشاهدها الآن، كانت قد حصلت على 91.5. إذن هذه المهرة سوف تنافس على مركز الوصافة، في حين أن المهرات التي سوف يتنافسن على لقب البطولة هم كل من انسبايرد نجلة وغنادير الزبير وفيزنتا تي او وأيضا دي ثريا. أربعة مهرات سوف يتنافسن على لقب البطولة، في حين أن هنالك أربع مهرات سيتنافسنا أيضا على لقب الوصافة: كلاريزما هي المهرة التي
نشاهدها التي شاهدناها الآن قبل قليل، والرقم 5 أو الرقم 73 وهي ULZ بارما، ULZ بارما. كانت قد حصلت على 91.63. هذه هي ULZ بارما للأمير سعود بن سلطان آل سعود. آخر الجيات المشاركة وهي SS اندورا، وهي المهرة المملوكة لسعادة الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري. SS اندورا كانت قد فازت بالمركز الثاني في الشوط الثالث. وصلت على 90.88. ايضا جميع الجياد متواجد الآن في ساحة الميدان لمعاينتها من قبل أعضاء لجنة التحكيم. هذه المهرات سيتنافسن على لقب البطولة. والأقرب بالنسبة للنتائج قياسا طبعا بالنتائج التي سجلت في الأشواط التمهيدية هي غنادير الزبير بطلة العالم التي كانت حصلت على 92.5، تليها في الترشيحات أيضا فيزينتا تي او التي حصلت على 92.25، ثم بعد ذلك تأتي إنسبايرد نجلة التي حصلت على 91 عفوا بالفعل إنسبايرد نجلة التي حصلت على 91.75 على اعتبار أنها احتلت المركز الأول في الشوط الثاني في قسمه الثاني تحديدا، إلى أن كلاريزما حصلت على نتيجة أعلى ولكنها لم تنافس على لقب البطولة لأنها جاءت في المركز الثاني في الشوط الثاني في قسمه الثاني أيضا. ثمانية جياد تشارك في هذا الشوط. بين هذه الجياد هذه هذه هي المهرة التي تحمل الرقم 37 وهي انسبايرد نجلة المملوكة للشيخة آمنة بنت عبد العزيز بن حميد النعيمي. سبايد
نجلة حصلت على 91.75 في الشوط التأهيلي، تمكنت من الحصول على بطاقة التأهل الأولى. كلاريزما أيضا خضعت للمعاينة الآن قبل قليل، هذه هي صاحبة الرقم 37، ذكرنا بأنها سبايدر نجلة. انتقلت أعضاء لجنة التحكيم الآن، أو انتقل أعضاء لجنة التحكيم لمعاينة مهرة أخرى. غنادير الزبير حاضرة وبقوة في الميدان أمام أعضاء لجنة التحكيم، وهي بطلة العالم أيضا. غنادير الزبير بطلة العالم التي توجت بلقب بطولة المهرات في شهر نوفمبر الماضي من العام 2012 في العاصمة الفرنسية باريس، وهذه هي المهرة سبايدر نجدة التي تحمل الرقم 37. هنالك أيضا مشاركة قوية من فيزينتا تي او المملوكة للسيد علي غانم، علي هميلة المزروعي، كانت قد حصلت على ثاني أعلى درجة بالنسبة للمهرات 92.25، وتأتي بعد ذلك المشاركة القوية أيضا من دي ثريا التي حصلت على 91 نقطة، وهي المهرة المملوكة لمربط دبي للخيول العربية. الدكتور عبد الوهاب بن عميرة مسؤول ساحة العرض، وهنا أيضا أعضاء اللجنة الفنية. و في هذه الأثناء أتصور بأن أعضاء لجنة التحكيم طبعا اختاروا البطلة التي سوف تكون حاضرة على منصة التتويج والفائزة بلقب بطولة المهرات. الشيخ عبد الله بن محمد بن علي الثاني يترقب النتيجة التي سوف يتم الإعلان عنها بعد لحظات من الآن، والجميع هنا في لحظات الترقب للإعلان الأخير عن نتائج المهرات قبل الانتقال إلى شوط البطولة الخاص بالأفراس. أعلام الدول المشاركة في مهرجان الشارقة الدولي 14 للجواد العربي، الأسر الحاضرة والمهتمين وعشاق جمال الخيول العربية استمتعوا خلال 3 أيام من هذا المهرجان بما قدمه نادي الشارقة للفروسية والسباق من أجواء في الحقيقة كانت احتفالية أكثر منها تنافسية. المنافسة الآن بدأت في الحقيقة تزداد مع هذه اللحظات من الترقب للإعلان عن النتيجة أو النتائج النهائية بالنسبة لبطولة بطولة المهرات.
الآن بعد قليل سيتم الإعلان واللقب طبعا محصور ما بين أربعة مهرات هم كل من انسبايرد نجلة وغنادير الزبير وفيزينتا تي او دي ثريا. إذن البطلة هي دي ثريا. دي ثريا هي البطلة المتوجة في بهذا اللقب. نبارك للسادة طبعا مربط دبي للخيول. إذن هنالك إعلان. إذن المركز الأول لغنادير الزبير. المركز الثاني لغنادير الزبير والمركز الأول لإنسبايرد نجلة. ايضا انسبايرد نجلة هي التي حصلت على المركز الاول. نبارك لسمو الشيخة امنة بنت عبد العزيز بن حميد النعيمي الفوز بالذهب والمركز الاول بعد منافسة قوية جدا مع بقية الجياد والمهرات التي تواجدنا في هذا الشوط الحاسم الذي كان حاسما في الحقيقة. إذن انسبايرد نجلة في المركز الأول والذهب لانسبايرد نجلة في حين أن المركز الثاني ذهب لغنادير الزبير والتي كانت قد توجد في بطولة العالم في فرنسا ولكنها تحصل الآن على المركز الثاني. نبارك لمربط عجمان ولخيول الشيخة آمنة بنت عبد العزيز بن حميد النعيمي الفوز بالمركز الأول والتتويج ببطولة المهرات هنا من خلال انسبايرد نجلة. المركز الثاني الآن للمهرة غنادير الزبير بطلة العالم التي حصلت على المركز الثاني الآن في مهرجان الشارقة الدولي 14 للجواد العربي. مفاجأة في الحقيقة من خلال النتائج الأخيرة التي سجلت في هذا الشوط الأخير شوط البطولة. غنادير الزبير كانت قد حصلت على 92 نقطة و50 في حين أن انسبايرد نجلة حصلت على 91 نقطة فاصلة 75 ولكن انسبايرد نجلة هي التي توجد باللقب. نبارك أيضا لكلاريزما التي حصلت على المركز الثالث والبرونزية. السادة مربط دبي للخيول العربية أو مربط الجزيرة للخيول العربية. أتصور بأن هنالك لقاء يعده الزميل علي الجسمي مع خليفة الفورة الحكم الإماراتي في مسابقات جمال الخيل. تفضل يا علي. معي في هذه الأثناء خليفة الشامسي نائب مدير مربط عجمان. في البداية مبروك فوز انسبايدر نجلة المملوكة لسمو الشيخة آمنة بنت عبد العزيز بن حميد النعيمي. أعتقد فوز كان مثير، تنافس مثير أيضا بين الخيول. الله يبارك فيك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بطولة شارقة البطولة الدولية من أقوى البطولات في الدولة والحمد لله رب العالمين. ثم شفت أنت الله وفقنا في هذه البطولة أن أحرزنا البطولة الذهبية للمهرة نجلة لسمو الشيخ آمنة بنت عبد العزيز بن حميد النعيمي والبطولة من أقوى البطولات في الدولة. ومثل ما تشوف الخيول المشاركة من خارج الدولة من السعودية ومن قطر ومن الكويت ومن البحرين ومن كل مكان، فالحمد لله رب العالمين الله وفقنا. سؤال سريع قبل ما تدخل الخيول في الشوط الثالث، انت كحكم التحكيم الالكتروني اللي شاهدنا ايضا في هذه البطولة كيف تشوفه؟
شوف من افضل الاشياء صارت طبعا في بطوله الشارجه التحكيم الالكتروني، واصبحت الحين الدول الثانيه مثل اوروبا مثل مونتون مثل باريس تتخذ الخطوه هاي مثل بطوله الشارجه، فالحمد لله رب العالمين هاي خطوه جيده لنادي شارقه الفروسيه. شوطين باقين كيف تتوقع؟ من اقوى الاشواط راح يكون شوط الافراس بين الامير عبد الله بين الامير عبد الله المال المحمديه والشيخ عبد الله الثاني ومربط عمان، وكل التوفيق ان شاء الله للمرابط المشاركه. توفيق لكم. الله يسلمك. مشكور يا اخوي. كان هذا اللقاء مع خليفه الشامسي نائب مدير مربط عجمان. الذهاب الى الاستراحه والشوط الثالث.